لكن طيب بمناسبه النقط، ايه المعايير اللي بتحاسبوا؟ يعني ايه المعايير اللي خلاكم تختاروا حكام من التصنيف الاول عشان حتى الحكام كلها تبقى عارفه، او حتى الجماهير تبقى عارفه انتوا بتختاروا الحكام تصنيف اول ازاي وتصنيف ثاني ازاي، ولو حد هينزل هينزل ازاي؟ هو لما جه طلب الناس اللي لعبت في الدوري الممتاز هايل، فمثلا بتقدم له مثلا كمثال مثلا في المساعدين مثلا لعب في الدوري الممتاز حوالي 120 مساعد، فطبعا 120 مساعد ما بين ناس لعبت مثلا ماتشات كتير لغايه اخر مجموعه صغار السن لعبوا مباراه واحده. تمام. فهو قال لا انا عاوز مثلا عدد معين في القسم الاول وفي القسم الثاني. اكيد طبعا لما ياخد مثلا 40 او 45 او 95 اصبح لغايه 120 في 30 بره خالص. صحيح. هيروحوا القسم الثالث بالرغم ان هو ممكن يكون سفر في الدوري الممتاز. فلازم تحط معايير، معايير الناس لعبت قد ايه. صح. يعني ممكن تكون واحد لعب ماتشين ثلاثه واتظلم، خلينا نقول بمنتهى الامانه عشان برضو الناس تبقى، بس هو قدام الراجل هو هيطبق معايير على الجميع. هو ملوش دعوه بقى ده لعب اثنين لعب ثلاثه. يعني ممكن يكون لعب ماتش اثنين ثلاثه وهو يبقى حكم كويس جدا، بس انت لسه ليك انا مثلا لعبت 10 ماتشات وانت لعبت اربعه. اه فهو بص لعدد الماتشات وبدا يصنف. صح. والمستويات من خلال التقارير. تقارير. طبعا. وبدا يحط الممتاز الف وبعد كده دوري المحترفين وبعد كده الممتاز ب وحاليا القسم الثالث. فوفق الحاجات دي كلها بدا يصنف ويحط الحكام. في ناس اكيد طبعا يعني اللي كانت بتلعب في الدوري الممتاز وممكن تكون لعبت ماتش او اتنين بعدت. تمام. فطبعا احنا بنحاول ان احنا برضو بقدر الامكان ان نقدر نلعب على مستوى اللي انت العب بمستواك، هتلاقي نفسك السنه الجايه موجود في المستوى الاعلى. ممتاز. وهكذا. ممتاز. فهو بناء عليه تم التصنيف سواء للحكام او الحكام المساعدين.